بحث الصعوبات التي تعيق عمل أقسام هيئة السلامة الوطنية بمدن جبل نفوسة وسبل تذليلها كانت محور اجتماع ضم رؤساء أقسام هيئة السلامة الوطنية في مدينة ريينة. الاجتماع ترأسه رئيس فرع هيئة السلامة الوطنية بالمدينة أحمد الفتوري، حيث تمت مناقشة إمكانية نقل فرع مدينة غريان إلى مدينة جادو التي تتوسط الجبل الغربي. هذا وتم أيضا بحث المشاكل التي تواجه مكتب المفرقعات، من بينها قلة الإمكانات ونقص الآليات اللازمة وإعادة تهيئة بعض المباني وصيانتها من جديد لتكون ملائمة للعمل داخلها. تم اليوم اجتماع في بلدية الريينة بحضور سيد رئيس الفرع جبل الغربي والسادة رؤساء الأقسام، قريب 25 قسم تناقشنا فيه في الاجتماع هذا بخصوص عدة مشاكل هنا بالذات في المناطق الجبلية. مواجهتنا قلة المياه، وناقشنا في مشاكل ثانية اللي هي ترقيات الموظفين، نقص الآليات، وفيها أقسام كذلك، فيها أقسام من غير مباني، أو حتى لما تجي للمبنى تشوف أنه ما يصلحش أنه يكون أعضاء متواجدين فيه، ضروري يشوفون الأمر هو. وناقشنا ثاني بخصوص فتح وحدات بإذن الله وقدرته. وفي نهاية اللقاء توصل أعضاء هيئة السلامة الوطنية إلى إجماع حول البدء بأعمال الصيانة فعليا وتنفيذ ما اتفق عليه على أرض الواقع.